وبعث صاحب السمو الملكيه الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى توليه مقاليد الحكم عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بدوام الصحه والسعاده. ولشعب المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيق مزيدا من التقدم والتطور مؤكدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في برقيته على عمق العلاقات الاخويه الوطيده القائمه بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الصعد